وبأنه ننتمي للتنظيم لأن إحنا سنة وصير سنة وإيد واحدة وناخذ الدولة حكومة يعني شو بأنه صير حكومة سنية وبأنه كل من يأخذ حقه أنت تأخذ حقك من الأذاك بأنه صير دولة سنية وتأرم للسجنوني والأذوني كانت معتقل بالسجن 2013 ديالة بالأدروس فهو كانت على مشكلة واعتقلوني عائلية يعني عشائرية شون بين عشيرة وعشيرة فصار بيها دم واعتقلوني يعني فعن طريق هذا الشغل أكو ولد اسمه زياد انتميت وياه من طلعت قال لي طينا رقمك نعم هو كان تم التنظيم نعم طيت رقم مالتي طلع رقمي للتنظيم البرا خابروني والتحق وياه صير وياه ثأر أنا بأنه نفسي بأنه هون اعتقلوني وأنا كنت بريء وما عندي شيء بهاي السالفة السجن وتأذيت وتأذوا عائلتي بأنه دفعوا محامي وأصدقائي هم اللي كانوا وياي بهاي الشغلة كلهم تنازلوا عنهم وطلعوهم بس أنا ما تنازلوا عنهم بأنه شيء يعني شيء سني أو هم ذاك ولا شيء كلهم تنازلوا عليهم وطلعوا بس أنا ما تنازلوا عني بأنه اشتغلوا وياهم بعد 5 عبوات ناسي فأنا صوت واحدة على سيد أحمد بلد روس واحدة على أركان سعود الجوزة قالوا مصدر للقوات الأمنية قالوا تحط العبوة بالباب مالته شخص إلى عمار قالوا لهم بالعصا لعب السيارة هاي خلته شخص إلى أبو سلام منتسب بالقوات الأمنية بالمنطقة داخل المنطقة بالباب مالته خامسة منطقة حي العصري بلد روس ديالة قالوا هذا بيت مال ضابط بالباب مالته بس تحطها وتنسحب وتدق على هذا الرقم وتشوف التفكير كل يوم من بينهم صار عليهم شيء فثاني يوم الصبح دريت بينهم علمت بينهم ما مختوم بينهم وبالخوف بينهم إذا حد مات شلون راح تحاسب شو راح يصير علي يعني أنا شو راح يصير مصيري بأنه أنا قتلت هذا البشر لا خايف من الله خايف من الله عز وجل من 5 سنين طقيت قتل بها الطفل الخامسة قبل يجي قبل بس يعني ببالي بأنه الطفل هسه وين راح هذا شنو حاله أنا إيش راح يصير حالي قالوا لي الطفل انقتل ولد بس بشيء ما انقهر عليه وأترجى بأنه يسامح لحد الآن ما وصل بأنه متوقع بأنه يسامح هو الطفل هذا بريء يعني من هاي الشغل وأنا يعني أحس بنفسي بأنه أنا طبيت السجن شيء قتل هذا الطفل أتعب بالنوم مالتي أتعذب فيه لأن تعبان يلا أنا أختنق مرات أقعد عرقان وقبل وقع بنفسي بأنه اعتقلت شيء لأنه انظلم هذا الطفل هم بالبيت اعتقلوني انتقل بأنه اعتقل أي بس اسمع صوت ما شفتها يعني تعيط وش عدى هو ما مسوي شيء شنو مسوي هو افتقد بكل شيء أنا صار سنتين يعني ما مواجه ولا شايفه ما عندي لا رقم موبايل بأنه خابرهم أو اتصل عليهم يعني أو يجوني المدن يواجهوني ما حصل كل شيء انتميت للتنظيم أنا مت بأنه تصير دولة سنية وأنا أثار نفسي بتميت للتنظيم وصار العكس علي بأنه اعتقلوني هاي طبيت للسجن بهذليت وراحت حياتي بخرب بأنه قتلت طفل والذهاب إلى الجحيم بس أدعى الله عز وجل أن يغفر لي ذنبي اللي أنا سويته أنا ما رحم يعني ما سوى كل شيء بل يؤدي إلى الأسوأ